طيب هنلاقي بعد كده ولاد بي كوماند بسيط لطيف كده اسمه شيفت. كوماند شيفت ده بيعمل حاجة لطيفة، بيشيفت البارامترز، الليستة بتاعت البارامتر ايتم باي ايتم. يعني ايه؟ يعني بيشيل دايما اول ايتم. يعني بص كده، احنا بصينا على اللوب دي يا ولاد كده، فنلاقي ان ما عملنا وايل، هل عدد الارجمنتس اكبر من الزيرو؟ لو عدد الارجمنتس اكبر من الزيرو خش جوه الوايل، هنعمل برنت العدد، هنعمل برنت للارجمنتس، وهنعمل شيفت. يعني ايه شيفت؟ هنشيل دايما اول ارجمنت من الليسته. فاحنا اول مره عملنا برنت للارجمنتس، بعد كده عملنا شيفت وعملنا برنت للارجمنتس، بعد كده عملنا شيفت وبعد كده عملنا برنت للارجمنتس، بعد كده عملنا شيفت وعملنا برنت للارجمنتس، بعد كده عملنا شيفت وعملنا برنت للارجمنتس. لما عملنا شيفت اخر مره فكده الارجمنتس بقت بزيرو، فلما هيجي للفور لوب هيخرج. وصل كده يا ولاد؟ تمام، يعني هو بيشفت من الأول. اه بالظبط، بيشفت دايما من الاول. طيب طبعا اتكلمنا عن البريك والكونتينو، تعال نبص على الاكزامبلز برضه. طيب اخدناهم طبعا، دي كده وايل لوب، وايل اللي ما لا نهايه، وبياخد ريد انسر كده اولاد، وبيقول لك برنت ار يو ريدي تو موف اون. لو انت اجبت بواي سمول او واي كابيتال، اي حاجه بتبدا بواي هتخرج ببريك. صح كده اولاد؟ لا مش مهندس. لاحظ ان احنا لما بنعمل وايل ترو ونعمل بريك، فاحنا بنقوم بكونسبت الدو وايل كده، صح؟ فاحنا دايما اول مره بنخش وبعد كده ممكن نخرج، فاحنا بنعمل كونسبت الاكزيت لوبينج بالطريقه دي، يعني في الباش. يعني لو احنا عايزين نعمل الكونسبت ده يعني. طبعا كونتينو هنا هتسكيب اللفه، فانت هتفضل تلوب 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 على اليوزرز اللي موجودين اساميهم في الفايل ده. اول ما تلاقي اسم شيرين هتسكيب اللفه وتكمل بعت الايميلات، فكل اليوزر هيبعت لهم ايميلز ما عدا شيرين. صح كده؟ طيب زي ما اتفقنا ان البريكس والكونتينو بتخرج باللوبس حسب رقمها. لو احنا عايزين نحط قيمة الكوماند في variable، فاحنا بنعمل $ to parentheses، او بنعمل back tick. طيب الاري بقى، ازاي نعمل اري في الباش؟ عشان نعمل اري في الباش، فانت ممكن تيجي تعمل كده هندسة. تعمل AR بت equal وتكتب مثلا كده 5 space سوري أنا آسف 5 space 6 7 8 9 10. فإحنا لو جينا دلوقتي نطبع قيمة الـ array دي يا ولاد، لو عملنا ايكو علامة الدولار AR، هنلاقي إن دايما طابع أول index. حتى لو جينا عملنا كل براكت كده هنلاقي طبعا تابع اول اندكس. عشان تطبع الاري كامله يا اولاد تيجي هنا تديها اد. وصل كده يا اولاد؟ يبقى انا عشان اطبع الاري كامله لازم احط كده AR واحط قوسين واحط الاد. لو حطيت واحد فكده بجيب الاليمنت الثاني، ثلاثة بجيب الاليمنت الرابع، وهكذا. صح كده يا اولاد؟ الاندكس طبعا بيبدا من زيرو. حد عنده اي مشاكل لغايه هنا يا اولاد؟ طيب او تعمل كده يا اولاد، انت عايز تعرف array integer، بتعمل تايب سيت داش اي وتقول اي ال اي اوف 2. واحنا كده بنعمل تو elements من الاري، ولاحظ لما هو حط فيها هابي هنا ضرب ايرور، صح؟ برضك ممكن تعمل هنا ديكلير داش اي ار 2 مثلا،
declare سوري declare كده انت بتعرف array الاندكس بتاعها بالارقام. ممكن تعمل declare داش ايه كابيتال بقى associative array الاري رقم 3 دي يا اولاد الاندكس بتاعها مش ارقام الاندكس بتاعها كي زي جيسون كده. اخدت جيسون في الجافا سكريبت تمام يا باشمهندس. لو انت عايز تعرف عدد الاليمنتس اللي في الاري ممكن تيجي تحط هنا هاش فيقول لك 6 اليمنت. لو انت عايز تعرف الاندكس بتاعت الاري هتحط علامه التعجب فيجيب لك الاندكس. لاحظ ان انت ممكن تعمل كده ar of 12 بتيكوال علي ماكس. لو انت جيت طبعت الاري كده يا اولاد هيقول لك الترتيب مظبوط. لو انت جيت رحت طبعت الاليمنتس بتاعتك قال لك 7 اليمنتس. بص بقى لو ضبعت الاندكس بتوعها هيقول لك انت 0 1 2 3 4 5 والاندكس اللي بعده 12. يعني كده مش ماشي بالترتيب يعني ممكن ما يمشيش بالترتيب لو انت عملت هيروغليفي كده. لو انت خطرفت لو عايز تمشي بالترتيب بقى تعمل الاتي تعمل ar بلس ايكوال وتكتب مثلا احمد بس كده هيمشي بالترتيب من اخر اندكس. يعني لما تيجي تطبع الاندكس هيبقى الاندكس بتاع احمد ده 13. وصلت؟ تمام تمام. طيب لو احنا عايزين نفور لوب على اري فسهلة. يعني لو احنا عملنا ar كده مثلا واحنا عملنا كده 5 سبيس 2 3 4 10 فاحنا ممكن نعمل فور لوب مثلا هنا i in ar of 8 يا اولاد صح ده اللي بيعرض كل الاري صح كده. وهعمل do done مثلا لو عايز اجيب اضحهم فهعمل ايكو علامه الدولار ار. فلو رنيت الفيتشر 3 اندرسكور سيلكت جاب لي 5 2 3 4 10. لو عايز اجيب مجموعهم يا اولاد فهقول صم الاول بيكوال 0 صح كده وهعمل صم بتيكوال صم القديمه زائد الاي. بس ما ننساش يا اولاد ان اعمل الكلام ده بين دبل كوتيشن سوري بين تو برنسيز علشان ابقى عارف ان دي ارثماتيك اوبريشن صح كده. وهاجي في الاخر يا اولاد اعمل ايكو علامه الدولار ساين هيجيب لي مجموعهم 24 5 و5 10 و10 20 و4 24 صح. لو عايز اجيب المتوسط بتاعهم ممكن اقسمهم على عددهم. عددهم بجيبه ازاي؟ احط هاش هنا صح كده صح كده يا اولاد واعمل العمليه دي كلها ما بين ليس على نقطه. هنا نشوف كده لو احنا جبنا count b equal hash ar ماشي سوري يا ولاد انا اسف احنا ممكن بس لا في هنا دولار يا ولاد هنا دولار علشان الايكو تعرف تاخد الاوتبوت بتاع العملية دي. ممكن بقى تحط هنا دولار سم عادي او دولار كاونت عادي براحتك. صح كده يا ولاد تمام كده يا ولاد. لو انت عملت التو برنسيز دول اي هندسه ومش عايز تعمل دولار ساين قبليهم يبقى لازم تعمل كده variable بي ايكوال الداتا فاهم فاهم. ولكن انت عشان تخلي الكلام ده يتبع
تحط الدولار ساين. يعني احنا اتفقنا يا اولاد ان احنا كنا ممكن نعمل الكلام ده بطريقه ثانيه هنا، يعني كنا ممكن نعمل كده، هناخد الصم دي يا اولاد ونقول بت ايكوال للدولار ساين، اخذنا الكلام ده امبارح، فاهمين قصدي يا اولاد؟ هزيديك برضك 24 بغض النظر انت حطيت هنا دولار سم او دولار اي او لا، قصد كده يا اولاد. فالتو برنسيس دي ماشي شغاله، لو عملت دو دولار ساين تو برنسيس تعرف ان انت عايز تحط الكلام ده بفاريبل. وصلت؟ كلام جميل لغايه هنا؟ اه تمام. اخر حاجه بقى الفانكشنز، ازاي نعمل فانكشن في الباش. قال لك لو انت كتبت كلمه فانكشن كده وليكن تيست، هو الاريا مش مهندس ما فيهوش اللي هي الميثودز اللي هي بوش وبوب والكلام ده؟ اعتقد لا مش عارف، يعني مش عارف هل في ميثودز ولا لا، بس اعتقد لا. يعني مش متاكد قوي يعني عشان ما هبتش يعني، بس انت مش عارف انت يعني ما اعتقدش ان انت هتحتاج قوي الحاجات دي يعني انت بتكتب، بس بص عليها برضك هي تكون بلت ان موجوده ولا لا يعني. طيب لو احنا عملنا فانكشن كده ولاد، فانكشن تيست مثلا، احنا بصينا على الفانكشنز فنلاقي ان هو كاتب لك هنا فانكشن وبي ار مش عارف كل براكت وهكذا. فاحنا لو عملنا كده فانكشن يا اولاد، لاحظ ان احنا هنا ما بنعملش تو برنسيس، غريبه صح؟ هيضرب ليه؟ طبعا السنتكس بقى لو عملت كده هيضرب ايرور، هو السنتكس بتاعها كده. عايز تعمل كده ماشي اعمل كده، بس اعمل كده من غير كلمه فانكشن. وصلت؟ هتشوف حاجه غريبه دلوقتي، يعني انت كده تفهم ان الارجمنتس هتتبعد بالطريقه الغير التقليديه صح كده. طب لما اجي اكلها ما انا هقول لك بقى، حتى وانت بتكلها بتكلها زي اسم الفايل، ما بتكلهاش بالتو برنسيس زي ما كنت بتكل الفايل هتكلها. هل ممكن ابص عليها values؟ هقول لك دلوقتي هنعمل ايه دلوقتي. دي مثلا تيست 2 اهي يا عم، ودي تيست يا عم اهي، وعملت لك كل تيست وتيست 1 تيست 2 وتيست 1. هل طيب خلينا احنا كده كده عاملين كومنت، تعال نجرب ان نرن السكريبت ده. ليه زعلان هنا؟ زعلان في سنت رقم كام يا ولاد؟ 68 على الكول بتاع ال ايكو، عشان مش محطوطة جوه الكومنت يا باشمهندس السطور دي. لا ما هي ما كومنت اهو. انا كده سكت. طب ما هو يعني عملت الكومنت بطريقة تانية يا ولاد، يمكن حاجة احنا مش واخدين بالنا منها. ايكو تيست 1، ما في حاجة هنا في الايكو يا ولاد، في حاجة في طريق كتابة الفانكشن، ما اعتقدش ان الكيرل براكت اتحط هنا، ما اعتقدش حطيت. طب لو شلناها من هنا، طيب انا فاكر ان كان في واحدة ما بتحطش فيها الكيرل براكت. بص يا باشا،
بستو مش عارف ايه ده كده شوية بس اسمع كده بص على النوتس الاثنين يا اولاد بيتحطوا فيها معلش انا اسف الاثنين بيتحطوا فيها كل براكتس التو برانسيز ولا ايه تمام يا باشمهندس. بس انا مش عارف هي عدت سينتاكس كده والسينتاكس اتفهم بس مش عارف ليه ضربت 85 صح ممكن يكون يا ولاد المشكلة هنا صح الفانكشن يا ولاد لو حطيت كلمة فانكشن مش لازم تحط التو برنسيز بس لو حطيتهم مش هيضرب أي حاجة يبقى أنت لو حطيت فانكشن هتحطها أو ما تحطهاش مش تمام لو ما حطيتش فانكشن لازم تحط التو برنسيز وصل كده يا ولاد ولكن في الكولينج يا ولاد مش بتحط التو برنسيز أصلا لو حطيت التو برنسيز كده هيضرب حلو كده يا ولاد طيب فيجي لك في بالك ازاي هتبعت بارامتر اصلا صح ولا لا فانت مثلا هتبعت 10 20 وهنا 30 40 افتكر عايز تجمعهم هتجمعهم ازاي انت لما كنت بتستقبل فانكشن لما كنت بتستقبل ارجمنت في الفايل كنت بتستقبلهم في ايه على الاس واحد والاس اتنين بالظبط هنا هيبقى دولار 1 وهنا دولار 2 وصلت تمام نفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا ورد كده احنا استقبلنا ارجمنت 30 و70 حلو كده فالدولار 1 والدولار 2 هم الارجمنت والارجمنت الثاني اللي مبعوث للفانكشنز زي ما كنا بنعمل مع فايل بالظبط يا ولاد فانت الدولار 1 والدولار 2 تسال بقى نفسك انت في فايل ولا في فانكشن لو انت في فانكشن يبقى الارجمنت مبعوث للفانكشن لو انت في الفايل بره يبقى الارجمنت مبعوثه للفايل طب تفتكروا الريتيرن ازاي بقى فاحنا مثلا كده احنا بالريتيرن الايكو اهو صح كده فاحنا لو عايزين الريتيرن صم يا اولاد مجموع يعني خلي بقى دي صم شيل كل كلمه تيست وحط بدلها كلمه صم حلو طب لو انت عايز بقى تريتيرن الصم على قدامك طريقتين يا تبتدي تخزن الصم دي الصم دي بتعمل ايكو هي صح يعني خلينا ناخد دي كده تعالى نعمل ده كده كومنت كده دي بتعمل ايكو يا اولاد صح فقال لك ممكن تخزنها في فاريبل اسمه ريزلت مثلا وتسال نفسك سؤال هي الصم دي بقت فانكشن كانها كوماند فتروح باك تك وتعمل ايكو علامه الدولار ريزلت فانت كده بعت للصم ارجمنت واستقبلت منها الارجمنت واستقبلت منها ريتيرن صح كده ولا لا حلو كده يا ولاد تاني معلش يا شباب طيب انت قدامك طريقتين ان انت تعمل ريتيرن للفانكشن تستخدم كلمه ايكو وتعتبر الفانكشن دي كانها كوماند وتخزن الايكو دي في الريزلت في فاريبل حلو او تعمل كده تعمل ريتيرن وترن الصم 3 خلي دي بس 40 وتعمل ايكو علامه الدولار كويستشن مارك اللي هي كان بترجع اوت اخر كوماند كان ايه وصل كده يا اولاد يبقى دي طريقه الريتيرن الاولانيه ودي طريقه الريتيرن الثانيه حلو كده حد كده لغايه دلوقتي متضايق طيب او ممكن نعمل دول طيب لو انا علفت يا شباب فاريبل اسمه اكس بت ايكوال 10 وجيت عملت فانكشن اسمها تيست هي عم
وعملت ايكو 10. وجيت هنا اسوري عملت ايكو للاكس ولا ايه؟ هنا انسايد فانكشن. فايه اللي حصل يا اولاد؟ ما عملتش كل الفانكشن، هعمل هنا كل الفانكشن بس تيست. انا جوه الفانكشن يا اولاد شفت الاكس دي ولا لا؟ فهي جلوبال صح؟ الاكس بتساوي 20 راح اتغيرت في الاكس، والاكس دي مستواها جلوبال صح؟ لا دي داخل ال بس لما غيرت هنا غيرت في الجلوبال اه غير كله عشان هي اصلا الاكس ديكليرد جلوبال. فهي متشافه في كل حته صح؟ طب تمام. تفتكر بقى، تفتكر احنا اخدنا الكلام ده كده كله قبل، والمره دي عرفنا الاكس جوه الفانكشن. ورنينا الكلام ده. فهنلاقي inside function بتيكوال 10 والهنا العشرين. ايه ده يعني الاكس دي جلوبال بردك؟ حتى لو اتعرفت في السكوب الفانكشن. طب عشان اخليها لوكال تعمل هنا كلمة لوكال. يبقى الاكس دي هنستخدمها انسايد الفانكشن فقط. قالوا كده يا اولاد لو انت كتبتش كلمة لوكال هيعتبر ان الاكس دي جلوبال اتشاف بعد الفانكشن عادي. مش انت كلمة لوكال من هنا صح كده يا ولاد ولا لأ؟ مش مهندس وصلت؟ بس كده احنا اتكلمنا في معظم الفيتشرز اللي احنا عايزين نتكلم عليها في الباش. طيب اخر حاجة بس خالص، يبقى كده خلصنا خالص. لو انا عايز اعمل ديباجينج، لو انا عايز اعمل ديباج، قال لك في حاجة اسمها سيت ماينس اكس، في حاجه اسمها ست بلس اكس. مثلا خلينا نكتب هنا ايكو فينيش، وهنا هنعمل ايكو ستارت. اللي بيحصل يا اولاد ان الست ماينس اكس دي بتبتدي تديك كل كوماند كان ايه الاوتبوت بتاعه. يعني بتقول لك ان الايكو ستارت طبعا كلمه ستارت، بعد كده انت عملت كل تيست، بعد كده رحت نفذت ان لوكال اكس بتيكوال 10، بعد كده رحت نفذت الكوماند ده والاوتبوت بتاعه كان ده، الكوماند ده ملوش اوتبوت والكوماند ده لغايه دلوقتي ملوش اوتبوت، بعد كده الاوتبوت ده كان هكذا، بعد كده عرفت ان الاكس بتيكوال 20، بعد كده الكوماند ده كان الاوتبوت بتاعه كذا، بعد كده رحت قفلت ديسيبل الديباجنج، فالفينش لما جت ما جابتش قبليها ان الايكو فينش عملت ايه صح كده ولا لا؟ جابت الاوتبوت وليس الكوماند صح، انما هنا جابت الكوماند والاوتبوت صح كده ولا لا؟ فانت هنا بتينيبل الديباجنج وهنا بتديسيبل الديباج. وصل كده يا ولاد؟ عشان لو عايز اعمل ديباج على فانكشن او جزء معين في الكود. علشان تشوف كل كوماند كان الاوتبوت بتاعه ايه فتعرف المشكله كانت فين صح كده. يعني انت لو يعني متوقع الاكس دي يا باشمهندس اللي انا معرفه اصلا جوه التيست. لا ده اوبشن. لا 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 ده اوبشن. تمام. يعني هي دي انا يعني هي دي ثابته معايا، انا بحطها ما بين مثلا الكود اللي انا عايز اعمل له ديباج. في اي كود حطه، في اي كود. تمام. يعني ده اوبشن، ده كوماند ست، ده كوماند، ولما بتحط ست داش اكس يعني بتينيبل الديباج. ست بلس اكس بتديسيبل الديباج. يعني انا ممكن احطه يا عم من اول الكود بتاعي خالص، فاهم؟ اديباج اي كود براحتي. وصلت؟
تمام يعني ادبج السيلكت، ادبج اي حاجه، اي حاجه ادبج عاملها ادبج. وصلت؟ طيب بس انا وانت طيبين بقى كده ايه خلاص كده؟ اه هتدينا حاجة طب تانية يا باشمهندس؟